إن تتميز الأرانب بوفرة إنتاجها، سرعة نموها وجودة فرويها، لذلك يعد مشروع جزيرة الأرانب في أوروبا وفي غيرها وتربيتها من أكثر المسائل التجارية والاقتصادية المربحة التي يمكن أن يبدأ بها الفرد. بالإضافة إلى ذلك بحاجة إلى رأس مال كبير، ولا بد من اتباع كافة التعليمات اللازمة لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من الأرباح.